بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله تعالى قريب ورقيب وشهيد، ويعلم ما يسر الداعي في صدره وما يعلنه، فيجيبه ويعطيه. هذا الدعاء يجب قراءته كل يوم ليفتح الله بصيرتك ويساعدك على اجتياز الامتحان. فكثرة الدعاء والتوكل على الله مع المراجعة والتركيز والرغبة في التعلم المستمر يؤديان إلى التفوق الدراسي. فهذا الدعاء خاص بالمتعلمين المقبلين لاجتياز الامتحان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الفتاح. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا يا أرحم الراحمين. بسم الله الفتاح. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا يا أرحم الراحمين. بسم الله الفتاح. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني ليفقه قولي. ندعو الله على أن يدلنا على ما هو خير، والحمد لله رب العالمين. ندعو الله على أن يدلنا على ما هو خير، والحمد لله رب العالمين. ندعو الله على أن يدلنا على ما هو خير، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير. دعاء مستجاب بإذن الله، والصلاة والسلام على رسول الله.